حين أحب نفسي كان وجد راسي كل نهار في أقل من 10 دقائق بخطوات بسيطة. السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير والأمور ديالكم جيدة، وانتم كتفرجوا في الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم على القناة اللي كتجمعنا كاملين دو ساشا بيوتي. الفيديو ديال اليوم واللي غادي تكونوا فهمتوه هو فيديو ديال المكياج بخطوات اللي هي سهلة وبسيطة، وفي واحد المدة زمنية وجيزة واللي هي ما كتجاوز 10 دقائق كل يوم. قبل ما كنبغي نمشي للعمل ديالي، ولا بالنسبه لك انت الدراسه ولا الجامعه ولا كتبغي انت تمشي للعمل، كندير هاد الخطوات وكنشجعك انت ديريهم. اول حاجه شنو هي كنرطب الوجه ديالي. من بعد ما كندير روتين الصباحي ديالي، يعني كنغسل وجهي، كندير الماء ديال الارز، من بعد كندير هاد الكريم المرطبه ديال الوجه ديالي، ديجا شاركت معكم لا مارك، وكنبدا كندير هكا مساج خفيف وكندير حركات دائريه باش كنحفز الدوره الدمويه الدور، وكنساعد الانتاج ديال الكولاجين في الوجه ديالي. من بعد كندير الريتينال ديال هاد الماركة الكورية اللي هي معروفة، كنديرها في اسفل الاعين ديالي، تما في ليسان ديالي هكا، حتى هما كنغطيهم ضروري كل نهار. كنشجعكم بانكم توجدوا البشرة ديالكم، يعني كترطبوها قبل ما كتحطوا عليها اي منتج ديال المكياج، ضروري توجدوا الوجه ديالكم، هذه واحد ليطاب مهمه. من بعد غندوز يا لالا لونتي سيرن. انا في كل يوم، يعني ملي كنبغي نمشي للخدمه ما كنديرش الفون دو تان، حيت الفون دو تان ثقيل على البشره ديالي وكيخنق ليا المسام. باش كنيفيتي هاد المشكل كندير غير لونتي سيرن. لونتي سيرن فين كنحطو؟ كنحطو في ليسيرن وفي المناطق اللي بغيت تكون فيها شويه الضوء، ولا المناطق اللي عندك فيها حبيبات، ولا المناطق اللي عندك فيها تصبغات، ولا مثلا في البلايص اللي كيكونوا فيهم الحزازات. هذا الوقت ديال الشتاء هو وقت ديال الوجه ديالنا كيتقشر، هو واحد الوقت اللي خصنا نكثفوا من الترطيب. الترطيب صباحا ومساء ضروري خصك ترطبي وجهك، وخصك حتى تدخلي الماء للجسم ديالك، وخصك تاكلي ماكله اللي هي سليمه. دونك من بعد ما كنحط لونتي سيرن على كامل الوجه ديالي، كناخذ البيوتي بلاندر وكنبدا كنبلاندي الوجه ديالي كامل. وحتى داكشي اللي شاط ليا شويه من لونتي سيرن كيكون في البيوتي بلاندر، كنديرو في العنق ديالي. علاش في العنق ديالي؟ باش ما كتبانش لك هكا الفرق ما بين الوجه والعنق ديالك. دونك كنبقى كنبلاندي هكا الوجه ديالي كامل، ولا لاحظتو كنبلاندي حتى كندوز شويه الفون دو تان ولا شويه لونتي سيرن على الفم ديالي باش يذوب ليا، يعني كتكون واحد العمليه ديال كنقولوا يذوب ليا، هي هذيك كيذوب ليا التبات ديال العكر ولا الغوج عليف اللي غاديه ندير. دونك كنبقى نبلاندي حتى كيدخل لينا لونتي سيرن لوجهي كامل، وما كيبقاش فرق ما بين الوجه ديالي والعنق ديالي كما كتشوفوا. دونك من بعد اون فوا كنكمل هاد العمليه، اشنو غندير؟ غناخد محبوب الجماهير اللي هو العكر ديال 24 ساعه، واللي غلا ولا ب5 دراهم، كان غير بدرهم عقل عليه. دونك كنديرو في الفم ديالي وكنخليه يا لالا حتى كنكمل المكياج ديالي كاملو. من بعد اشنو غندير؟ غناخد هاد المنتج اللي غتكونوا شفتوه في التيك توك يهضروا عليه بزاف، اللي هو كيكو. هذا فاراجو سو فورم دو ستيك، هكا كيبان فحال الغوج على ليفغ. دونك هو زوين، يعني ملي كتبلانديه كلشي كيجي انيق وكيجي زعما خفيف، ولاني انا المشكل اللي غنقول لكم بانه فيه هو التبات ديالو ناقص شويه، يعني غيبان لك زوين وكيجي في ساعه كيتبلاندا ما كاينش مشكل في زعما بوغ لو بلاندي، من المشكل اللي كاين بانه ما كيبقاش لكم بزاف، يعني ضروري خصك تبقاي ديري الفراجو بالعكس ديال الفراجوات وحدين اخرين كديروهم وكتنسايه. مثلا نقولوا 4 السوايع زعما نص نهار الصباح كامل ما كديري والو. غندوز العينين ديالي وغناخد واحد اللون اللي هو خفيف، اللي هو غيجي مع لو طان ديالك، سواء كيكون غوز بارد ولا كيكون بيج بارد. انا كنبغي يكون داكشي ناتوريل، ما كنبغيش نمشي للعمل ديالي بواحد اللوك اللي هو ان بو يكون اوزي، ولا اللي هو يكون زعما هكا شجيع ماشي ديال العمل. هذاك لو لوك غيكون البلايص اخرين وعندو المناسبات ديالو.
كنبقى كنبلاندي، من بعد كندوز الحجباني. الا كنتي كترسمي حجبان كرسميهم، انايا الحمد لله ما كنرسمهمش، غير كنمشطهم هكا بشي مشطة عندك، وكندوز كندير الماسكارا. هاد الماسكارا اللي كندير ديال ايسونس زوينه وكتعطينا واحد النتيجه اللي هي جميله. كندير سوا هذه ولا كندير هذيك الغوز ولا الكحله اللي فيها الفيغ. كاع لي ماسكارا ديال ايسونس في الحقيقه زوينين، التبات ديالهم زوين وكيطلعوا لينا الشفار ديالنا مزيان، وحتى بالنسبه للثمن ما غاليينش. جربت الماسكارا بزاف كاع لي مارك، ولا مارك ديال ايسونس بالنسبه ليا انا كتبقى الافضل. لو روندو ديالها زوين، والثمن ديالها واحد الثمن اللي هو مناسب لكل الاشخاص ولكل الاعمار. من بعد يا لالا اشنو غديري اذا كنتي انت كترسمي حجبانك؟ رسميهم. اذا ما كنتيش كترسميهم ديري في حالي هكا، غير مشطيهم. اذا كانوا عندك كثار ما كتحتاجيش، غير مشطيهم وفيكسيهم الا بغيتي تفيكسيهم. هنايا غندوزو يا لالا، كنبدا كنبلاندي هذاك الفراجو اللي حطيت، كنبقى نبلاندي فيه هكا حتى كيدخل داكشي وما كتبقاش هذيك لا باغ باينه. كاين فحال شنو سميتو هذاك الكونتورينغ، من كتحطيه كتبقاي كتبلاندي فيه باش ما كيبقاش هكا مرسوم في الوجه ديالك بانك رسمتي وجهك. كنبقى كنبلاندي فيه حتى كيدخل ليا مزيان. ها انت كيما كتشوفي كيبان ناتوريل، كيجي زوين، ما قلتش العكس، ولكن المده ديال الثبات ديالو راها ماشي كبيره. درت التجربه معكم هنايا في هاد لا فيديو، حيت انا كنت شفتو في التيك توك وبان ليا كلشي كيهضر عليه وزوين، قلت علاش لا نشريه ونجربو معكم ونعطيكم الراي ديالي الصريح كما مولفاكم ديما كنعطيكم الراي ديالي الصريح. والا انا تصيدت ما كنبغيكمش نتوما تصيدوا، خليو ليا لي كومونتير ديالكم الا كنتو نتوما جربتوه. دونك كنعاود هنا المشط الحجبان ديالي وغنجي يا لالا بوغ فيكسي مي سورسيل بغوت تو بي، وقيلا هذا سميتو الا بقيت عاقل عليه. دونك كنفيكسي الي ترونسبارون. ابخي انت الا كانوا الحجبان ديالك مارون ولا شي كولور اخرى، كاينين حتى دي فيكساتور بدوطخ كولور. انا ديجا شفت دي فيكساتور بالمارون. غنجي هنايا كنت نسيت الكرايون يا لالا ما درتوش، وغندير هاد الكولور اللي هي نيود واللي كتجي من لا مارك ديال ماك. دونك كنشوف الا زايده شي حاجه كنحيدها كما كتشوفوا معايا، كنشوف واش داكشي كله هو هذاك. من بعد غنشدو لو فيكساتور بوغ فيكسي هادشي كاملو، و تيراش راشون وكنشوف الشعر ديالي. دونك شنو غندير فيه، سوا كنخليه هكا مطلوق، سوا كنجمعو، سوا كندير ان اكسسوار، على حساب كل مره وشنو كندير. دونك ها هو اللوك ديال كل يوم. قولوا لي كيفاش جاكم، وإلا عجبكم ما تنسوش تخليو ليا دي كومونتير. ونقول لكم مع السلامه، تهلاو في راسكم ونتلاقاو عما قريب.